مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كما تم الإعلان عنه سابقا، كانت خطبة اليوم الجمعة في مساجد المغرب خطبة جمعة موحدة. وقد راسل المجلس العلمي الأعلى المجالس العلمية الجهوية في إطار تنزيل ما سماها خطة التبليغ التي أطلقها المجلس بإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسالة بخصوص الخطبة الموحدة الأولى وتعميمها على كافة المساجد المملكة، وذلك بتاريخ 21 ذي الحجة 1445 الموافق ل 28 يونيو 2024. وحسب البلاغ فالورش، أي ورش توحيد الخطبة، ينطلق باعتماد تلك الخطبة الموحدة بشكل تدريجي في بعض المساجد إلى حين تعميمها على الجميع. يعني من هنا لقدام فخطبة الجمعة ستكون خطب منبرية من وزارة الأوقاف، خطب موحدة، أما الخطيب فسيكتفي بقراءة الخطبة كما هي، ما يزيد عليها ما ينقص عليها. هذا وخلف هذا القرار بالعديد من ردود الفعل، أغلبها كانت منتقدة لهذا القرار. فمنهم أحد اللي نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي كيقول: أي الموت الرحيم، أيها المسلمون في بلاد المغرب الأقصى، أحسن الله عزاءكم في شعيرة الجمعة. لم تعد صلاة الجمعة محاكاة لمسرحية، بل صارت مسرحية مكتملة الأركان، طقوس وتلاوة للقرآن وآذان. رجل يصعد المنبر ليمثل دور خطيب كان في نسخته الأصل عالما خبيرا بالشرع، خبيرا بأحوال أهل حارته أو قريته، يأخذ من صيدلية القرآن والسنة ما يرقق به القلوب ويقوم به السلوك ويحفز به على الخير وينفر به من الشر. وقوم متشحون بالبياض يتصنعون الاستماع والتأثر ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر ويؤمنون على الدعاء، ثم ينصرفون بعد الصلاة يتسابقون إلى اللبان والفكهان. بعد الآن لم يعد مهما من يكون الخطيب وما مؤهلاته وما علاقته بالمخاطبين وما درايته بأحوالهم، يكفي أنه يلبس لبوس الخطيب ويكون قادرا على القراءة. ولم يعد مهما حضور الخطبة، فربما يطلع المصلون عليها قبل المجيء. بل لم يعد مهما أن يكون ثمة خطيب، فالروبوت أو الشاشات المثبتة في المساجد قد تقوم بتقديم الخطبة الموحدة، أو بالأحرى رفات الخطبة التي تزعت روحها وحنط جسدها. أجازنا الله في المصاب وأبدلنا خيرا منه. وفي تعليق آخر قال صاحبه: إن فكرة توحيد الخطبة في المساجد المغربية بخطبة مكتوبة ترسل ليقرأها كائن حي لا شغل له سوى قراءة النص، لهي إهانة لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل تام لدور المسجد، وإهانة للخطيب والإمام والعالم. هل سينتهي مصطلح خطيب جمعة وسيحل محله قارئ ورقة الجمعة؟ قارئ ورقة وليس خطيب. هل ستنتهي الحيوية والنشاط والاجتهاد الذي يتمتع به بعض الخطباء في اختيار المواضيع وأساليب إلقائها؟ هل سيكون الكل سواء، كلهم قراء ورقة موحدة؟ إن توحيد الخطبة يعزل الإمام عن قضايا مجتمعه المحلية ويمنعه من التفاعل المباشر مع مشكلات وهموم الناس الذين يعرفهم ويعيش بينهم. كيف يمكن للإمام أن يمارس دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان مجبرا على اتباع نص موحد لا يعكس خصوصية مجتمعه وأهل حيه؟ إن خطبة الجمعة ليست مجرد كلمات تلقى، بل هي وسيلة حيوية لتوعية الناس وإرشادهم وتوجيههم. توحيدها يعني تقييد هذا الدور الحيوي وتحويله إلى مجرد إجراء شكلي لا يلبي احتياجات المجتمع. توحيد الخطبة خطر حقيقي يهدد هذا الدور ويجعل من الصعب على الأئمة أداء واجبهم الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.